جينا وفد موجود من الأردن، وفد بيمثل شركات خاصة بقطاع الاتصالات والسايبر سيكوريتي، طبعا بوجود واهتمام كبير من الحكومة الأردنية من ممثل بوزارة الاقتصاد الرقمي معالي وزيرنا أحمد الهناندي، وتم التشاور ولقاءات عديدة مع عدة مستويات كبيرة بالحكومة العراقية في أكثر من مجال، ومنها بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العراقية. وهذا الاهتمام الكبير اللي بذل منا من الجانب الأردني أبدى اهتمام كبير ضرب من الجانب العراقي. احنا في كل اللقاءات اللي قمنا فيها أبدوا استعدادهم بشكل كبير أن يكون في شركات موجودة بيننا وبينهم لتطوير الأعمال وحتى بالبنية التحتية للإنترنت والأمور كبيرة بسايبر سيكوريتي. الفترة الماضية خلال 3 أيام الماضية كانت في لقاءات مكثفة بين الشركات الأردنية والشركات العراقية لحتى نقدر نتعاون على بشكل أكبر وننقل المعلومات والخبرات بين الدولتين. صار في عدة لقاءات وعدة اجتماعات بين الشركات العراقية والشركات الأردنية لحتى نقدر فعلا نشتغل مع بعض وفعلا نطور من بلدنا الثاني العراق ومن بلدنا الأردن. استفدنا كثير الفترة الماضية خلال الأيام الماضية، صار في كمان اتفاقيات كبيرة بين مجموعة كبيرة من الشركات العراقية والشركات الأردنية.